كلمة حلوة وكلمة موعدنا مع الأمل، الفرح وحب الحياة الرب. 22 أيلول ما رح يكون تاريخ عادي هالسنة، لبنان بهاليوم رح بيشوف حاله. في أفكار جديدة أكيد، كل سنة إذا بتلاحظوا على طول في بصمة جديدة، في صحيح. أفكار جديدة. ووعد منا لإلكن إنه نعيش لحظات حلوة رح تنحفر بقلوبنا للأيام والسنين اللي جاية. كواليس التحضيرات وتفاصيل بتنحكى للمرة الأولى. مش مسموح بقى بالميراكس نرجع لورا. ب24 سنة كافيين لتقولي إنه هيدا الحفل ناجح ومصداقيته موجودة بكل العالم العربي. صعب لأنه كان التنافس كتير شرس إذا بدي. لا أنا حبيت تجربة لجنة التحكيم لأنه بتخليك تحضري كل شيء. التكريم هو شيء معنوي بيعطيك زخم لقدام. وبحس إنه في نوع من التكريم لما بيشوف الناس حبته. The Road to Mirax Door 3:30 المساء على LBCI.